السلام عليكم، معكم مصطفى مجلات مستر بونتيكو. في حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن الأفلية. الحلقة دي تعتبر هي الجزء الثاني من حلقة الأفلية اللي اتكلمنا عليها، وهتلاقيها في الأي فوق. لازم تتفرج على الحلقة دي بسبب إن الجزء ده مترتب على الحلقة دي بشكل كبير. اللي أنا قلته في الحلقة اللي فاتت ناس كتير قالته أو معروف عن الأفلية. لو أنت عارف يعني إيه أفلية أصلا فأنت مش تحتاج إنك تتفرج على الحلقة اللي فاتت، ولكن أتمنى إنك تشوفها، إن شاء الله تعجبك. في الجزء بتاع النهاردة أنا هتكلم فيه عن إزاي تقدر تعمل ترويج لمنتجاتك ببلاش من غير فلوس خالص. الطريقة سهلة جدا وبسيطة، ولكن في الأول عايزين نعرف ايه العقلية اللي انت المفروض كنت تبقى بيها وبعد الفيديو ده هتبقى من غيرها. العقلية اللي انت كنت هتبقى بيها قبل الفيديو ده هي انك هتدفع فلوس في الفيسبوك، هتعمل اعلان بدولار، ب5 دولار، ب10 دولار، ب20 دولار. الاعلان ده هيوصل لناس، الناس المفروض انها تشتري من الرابط بتاعك. الناس لو اشترت من الرابط بتاعك انت هتاخد العمولة بتاعتك. فكرة جميلة جدا. الناس المبتدئين اللي معهمش فلوس، انت لو معاك فلوس وتقدر انك تعمل اعلان، تقدر تعمل اعلان ببلاش بقى عن طريق بعض الطرق اللي الناس بتستخدمها، طرق ملتوية طبعا، او تقدر انك تعمل اعلان بفلوس ومعاك فلوس تقدر تشتغل وتعمل اعلان. فلو تقدر اعمل، بسبب ان العائد اللي هيجي لك هيبقى اكبر بكتير من الاعلان اللي انت عملته. ان مثلا انت ماسك منتج ثمنه 100 دولار، لو انت هتاخد 10% انت هتاخد 10 دولار من ثمن المنتج ده اللي هو كان ثمنه 100 دولار. فانت هتاخد 10 دولار على الشخص الواحد بس، الشخص الواحد بس اللي اسف اللي هيشتري المنتج من الرابط بتاعك. تخيل كم شخص هيشوف الاعلان وكم شخص ممكن يشتري الاعلان، يشتري المنتج. تمام؟ فلو معاك فلوس اعمل، ما معكش فلوس لازم تشتغل على اللي انا هقول عليه ده عشان يبقى معاك فلوس وتقدر تعمل اعلانات. يعني في كلا الحالتين هتعمل اعلانات، هتعمل اعلانات. في الحلقه اللي فاتت لو انت كنت شفتها هتلاقي ان الموضوع انا اتكلمت عليه بسهوله وان في شركه اتصلت بيا. طبعا ده يعني تمثيل، ولكن الموضوع كله كان في يعني ايه سهوله. كنت بتكلم كده والموضوع سهل وحاجات زي كده، ولكن الموضوع مش سهل خالص. الموضوع كله عايز تفكير وعايز عقل، عايز يكسب من الانترنت، وعايز عقل، عايز يركز على الافلييه في وقت كبير. يعني مش مثلا تشتغل شهر او شهرين وتركن، لا، عايز حد عايز يكمل، عايز حد فعلا عايز يكسب من الانترنت. فموضوع الافلييه مش سهل، عشان كده بنبدا الحلقه بس كده بسم الله. وموضوع الافلييه مش سهل. طيب خلينا نخش على طول في الموضوع وازاي تقدر تروج لمنتجاتك. اول حاجه انت لازم تحدد البلد اللي انت هتعمل فيها ترويج المنتجات او اللي انت هتبيع فيها المنتجات. تمام؟ اول حاجه لازم تحدد البلد. هل مثلا هتحدد بلد امريكا او بلد يعني بتتكلم اللغه الانجليزيه، هتحدد في بلد في قاره ايه، هتحدد بلد ايه، وبالظبط تعرف البلد اللي انت هتحدد فيها او البلد اللي مثلا انت مثلا معاك موبايلات او معاك سمارت فونز، معاك تلفزيونات، معاك اي منتجات. تمام؟ لازم تاخد المنتج ده وتشوف اكتر بلد بتشتري المنتجات دي، او اكتر بلد بتبيع وتشتري المنتج اللي معاك ده. تمام؟ هل مثلا هي امريكا، هل هي مصر، هل هي السعودية، اي بلد. وتشوف البلد اللي فيها الاسعار برضو، تشوف الاسعار ايه الاسعار المتناسقة. طبعا انت يهمك انك تروح للبلد اللي سعرها عالي. ليه؟ لان المنتجات بتاعتك هتبقى بالنسبة لهم سعرها منخفض عن السعر اللي بيتباع في البلد دي، فساعتها هيشتروا منك المنتج وهم مغمضين. طبعا في مشكلة هتقابلك بس واحدة بس، انك لو مثلا هتشتغل في شركة او مثلا هتبيع منتجات في بلد اجنبية، امريكا، اي بلد في اي دولة، لو عايز تبيع في بلد دي فانت مش هتستخدم سو.com، مش هتستخدم جوميا ولا اي حاجة لها علاقة بالوطن العربي. انت هتستخدم طبعا امازون، يعني على طول هتستخدم امازون. فانت خد بالك من النقطة دي عشان ما تروحش تبيع حاجات في سوق وتروح تبيع حاجات وطبعا محدش هيشتري منك الحاجات دي لانهم مش في بلدهم. تمام؟ فانت لازم تروح حاجات لها علاقة بالبلد اللي انت هتبيع فيها المنتجات دي. هل فيها اسواق معينه ممكن تشتغل فيها او تشتغل في امازون هو لكل بلاد العالم؟ يبقى كده اول نقطه معانا هي انك تحدد البلد اللي انت هتشتغل فيها. طب تاني نقطه معانا ايه هي؟ هي انك تتعلم اللغه اللي البلد دي بتتكلم بيها. مثلا انت اخترت امريكا، يبقى انت لازم تتعلم اللغه الانجليزيه او تكون بتتكلم باللغه الانجليزيه. ضروري يا جماعه موضوع اللغه الانجليزيه ده في كل طرق الربح من الانترنت، لان الموضوع ما بيبقاش سهل مع اللغه العربيه فقط او اللغه اللي انت بتتكلم بيها بس. ضروري انك تتعلم لغه اضافيه. وليكن على سبيل المثال انت مثلا مغربي او تونسي وعايز تستهدف مصر، يبقى انت لازم اول حاجه استهدفتها هي مصر، وتاني حاجه لازم تتكلم باللغه العربيه اللي انت بتتكلم بيها في تونس ولكن باللهجه المصريه. يعني تلغي اللهجه بتاعه تونس او اللهجه بتاعه المغرب وتتكلم باللغه المصريه عشان تعرف تتكلم مع الناس صح، وتعرف الناس دي بتقول ايه، وتعرف انت هتقول لهم ايه.
النقطة الثالثة هي انك تخش على المجموعات وعلى الجروبات على الفيسبوك وعلى حاجات زي كده، بتخش تعرض المنتجات بتاعتك. ولكن النقطة دي بتنقسم الى حاجتين. اول حاجة، هل انت اخترت المنتجات ولا هل انت لسه ما اخترتش المنتجات؟ لو اخترت المنتجات بتخش على الجروبات اللي بتتكلم عن المنتج بتاعك او بتتكلم عن حاجات قريبة من المنتج بتاعك. مثلا انت اخترت سمارت فونز، هواتف ذكية، فانت بتخش على الجروبات اللي بتتكلم في الهواتف الذكية. لكن انت لسه ما اخترتش، فانت بتخش على الجروبات العامة اللي بتتكلم في كل حاجة، تمام؟ وبتعرف هم اكتر حاجة ايه بيشتروها وهي اكتر حاجة بيتكلموا فيها، وساعتها انت بتختار الحاجات اللي انت هتبيعها او الحاجات اللي انت هتروج ليها، تمام؟ النقطة الرابعة وهي نقطة بسيطة جدا، هو الترويج. ازاي بقى تقدر تروج؟ انت اول حاجة بتتكلم عن ايه هي مميزات المنتج، ايه هي الحاجات بتاعة المنتج اللي بيقدمها لك. بتتكلم عن الحاجات دي في صورة بسيطة ومختصرة جدا. لو دخلت على مثلا صفحة جير بيست عربية، الصفحة العربية لموقع جير بيست، لو دخلت عليها هتلاقيه بيقول لك مواصفات مثلا هاتف معين، اتعلم من الناس دي بتكتب ازاي. هتلاقي مواصفات الهاتف مكتوبة، مثلا رام 4 جيجا، بروسيسور كذا، المعالج كذا، مش عارف ايه، هتلاقي مكتوب كل حاجة بالطريقة دي، طريقة مبسطة وسهلة. ما تعقدش نفسك، ما تقعدش تكتب المعالج ده فيه كذا وكذا وكذا ومش عارف 8 النواة وكذا وكذا وكذا، وتقعد تكتب 100 حاجة على المعالج وتسيب المواصفات التانية. لا، لو انت هتبيع مثلا سمارت فونز، ركز على حجم الرام، ركز على حجم الذاكرة الداخلية، ركز على اسم المعالج ونوع المعالج، ركز على البراند نفسه اللي انت بتبيعه، سامسونج ولا زد تي اي ولا اتش تي سي ولا لينوفو ولا اي حاجة، ركز على الحاجات دي لانها بتفرق مع الناس جدا، تمام؟ وحاول انك تكون صادق مع الناس، لازم تكون صادق مع الناس عشان الناس تثق فيك في الجروب او في الحاجه المعينه، لان التعامل بينك وبينهم هيكون شخصي، هيكون تعامل شخصي، مش انت عندك صفحه وبتقدر تروج المنتجات من خلالها. لا، انت هنا بتتكلم بصفه شخصيه، تمام؟ عشان تقنع الناس دي ان انت فعلا لما انت تشتري المنتج ده انا هستفيد، ففيدني، تمام؟ فالناس دي تحب فيك امانتك وتقدر انها تستفيد او تقدر انها تفيدك بالمنتج اللي هم يشتروه من الرابط بتاعك. ما ممكن مثلا يخش على الرابط بتاعك يقوم شايل الرابط ويقوم كاتب اسم المنتج ويخش على نفس الموقع اللي انت مشترك فيه مثلا امازون ويشتري من غير ما يعمل بالرابط بتاعك. لكن لازم الراجل ده او الشخص اللي هيشتري لازم انت تجذبه ليك عشان يقدر يشتري من الرابط بتاعك من غير ما يسبب لك اي مشكلة في انه يشتري من حد تاني او يشتري من غير اي رابط. وبس كده يا جماعة، هي دي الطريقة بسيطة جدا انت مفروض ازاي تعرف تروج لمنتجاتك على مواقع او على الفيسبوك او على تويتر او على اي حاجة. كل الحاجات اللي انا قلتها او النقط اللي انا قلتها دي او النقطة التالتة بالذات بتاعت الترويج، بتنفذ الطريقة دي على كل المواقع اللي انت عايزها، على الفيسبوك، على تويتر، على اي حاجة ان شاء الله، حتى على موقعك الالكتروني. اي حاجة بتقدر تنفذ عليها الطريقة دي، لو قدرت فعلا انك تنفذ الطريقة دي فعلا اضمن لك انك هتربح ارباح كويسة جدا 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 من الطريقة دي او من الافليه. الافليه مش صعب ومش سهل، ولكن عايز حد بيفهم، عايز حد ذكي، عايز حد بيعرف يجذب الناس كويس، عايز حد واثق في الكلام، انه يعرف يتكلم مع الناس بطريقة صحيحة وباللهجة بتاعتهم. ركز على موضوع اللهجة بتاعتهم. بس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه من الزر الاحمر اسفل الفيديو لو فعلا كانت عجبتك القناه. يا ريت تشوف الحلقات اللي فاتت، حلقات مهمه جدا، يا ريت ان شاء الله تشوفها وتعمل لايك عليها برده، وسبسكرايب لو ما كنتش عملت سبسكرايب في الحلقه دي، ان شاء الله هتعجبك. كان معاكم مصطفى من قناه مستر بومتك. شوفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.